بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك، لقاء الأربعاء، هذا اللقاء الطيب المبارك يجمعنا بفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ مع الإخوة والأخوات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبارك فيكم. نبدأ بتفسير أواخر سورة المزمل في قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن، علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذه الآيات الكريمات من آخر سورة المزمل يقول الله سبحانه وتعالى إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. كان الله سبحانه وتعالى في أول هذه السورة قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه من طول القيام امتثالا لأمر ربه سبحانه وتعالى، وكان قيام الليل واجبا عليه. وقام معه من أصحابه من اقتدى به، فحصلت المشقة من طول القيام على النبي صلى الله عليه وسلم ومن يقوم معه، فخفف الله عنهم. فالله سبحانه وتعالى خفف عنهم في آخر السورة، فكان آخر السورة ناسخا لأولها، فقال سبحانه: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه طائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. فالله خفف عن نبيه صلى الله عليه وسلم وخفف عن أصحابه في قيام الليل، وأمرهم أن يقرأوا ما تيسر من القرآن تخفيفا عليهم، فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ثم ذكر سبحانه أنه قد يكون هناك أصحاب أعذار لا يستطيعون طول القيام، والله خفف عنهم. علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، يعني يسافرون لطلب التجارة، والسفر شاق، فإذا اجتمع معه قيام الليل كله أو معظمه شق ذلك عليهم في السفر،
وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وهو صنف يكونون يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون الكفار، فيشق عليهم طول القيام في الليل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله. اقرأوا ما تيسر منه، اقرأوا ما تيسر منه أي من القرآن، ولا تشقوا على أنفسكم بطول القيام، فهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة أي المفروضة، أقيموها في أوقاتها ومع الجماعة، وحافظوا على أداء أركانها وواجباتها وسننها مسبقة بشروطها. فالصلاة المفروضة فيها خير كثير، ولكن إذا اجتمع معها قيام الليل كان ذلك زيادة خير إلى خير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، زكاة الأموال، وهي الركن الثالث من أركان الإسلام. أقيموا الصلاة وهي الركن الثاني، وآتوا الزكاة وهي الركن الثالث. أقيموا الصلاة عبادة بدنية، وآتوا الزكاة عبادة مالية. ثم قال جل وعلا: وما تقدموا لأنفسكم من خير، زيادة على الفرائض، من صلاة النوافل والصدقات إلى جانب الزكاة، صلاة النوافل إلى جانب الفرائض، والصدقات إلى جانب صدقات التطوع إلى جانب الزكاة، يكون زيادة خير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا يضيع لديه عمل من أعمال عباده سبحانه وتعالى. تجدوه عند الله هو خيرا، هو هذا ضمير الفصل، وخيرا هذا مفعول ثاني لتجدوه، لأنها تنصب مفعولين. تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا عند الله سبحانه وتعالى، يعني يعظم الأجر بأداء الفرائض وبفعل ما تيسر من النوافل. ثم قال جل وعلا: استغفروا الله إن الله غفور رحيم. والمناسبة بالأمر بالاستغفار لأن الإنسان يحصل منه تقصير في العبادة، وإن اجتهد فيها يحصل منه تقصير في إقامة الصلاة، ويحصل منه تقصير في إيتاء الزكاة، فإنه يعالج ذلك ويداويه بالاستغفار، طلب المغفرة، لأن العبد مهما اجتهد فإنه مقصر في حق الله عز وجل، لأن حق الله عظيم، ولكنه أمر بالاستغفار ما يحصل من النقص. ثم قال: إن الله غفور رحيم، كثير المغفرة وكثير الرحمة. هذه الآيات من آخر سورة المزمل تبين ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عليه أصحابه تبعا له، من الجد والاجتهاد بأداء الفرائض وفعل النوافل وإتباع ذلك بالاستغفار. فالعبادات تتبع بالاستغفار لما يحصل فيها من النقص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من الصلاة الفريضة قبل أن ينصرف إلى أصحابه بوجهه يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله 3 مرات، وهو متوجه إلى القبلة،
وقيام الليل أيضا يختم بالاستغفار، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار، فيتبعون العبادات بالاستغفار ولا يعجبون بأنفسهم أو يستكثرون عباداتهم، بل يعتبرونها قليلة بجانب حق الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا وحبيبنا محمد. بعد تفسير هذه الآيات المباركات نذكر الإخوة والأخوات لمن أراد الاتصال بفضيلته وبالبرنامج، تليفون البرنامج سيظهره مخرج هذه الحلقة على الشاشة قريبا، 80 3 0 80، وقبل ذلك 011 80 88 3 0. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن العسل، يقول أنا متيقن وموقن بما جاء في النصوص الشرعية بشأن العسل، ولكن أجد صعوبة في تناوله، وقد أمرني أحد الأطباء بتناوله وخصوصا في الصباح، فهو حار على معدتي، وهل يتكرر بتناوله زوال هذا المرض، ومعدتي أيضا تؤلمني، فماذا جاء في العسل؟ نعم، العسل فيه شفاء للناس، كما قال الله سبحانه وتعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، ولكن إذا لم يحصل الشفاء من أول وهلة فإنه يكرره حتى يحصل المطلوب، فقد لا يحصل الأثر المطلوب من أول مرة أو من أول يوم، فيكرر أخذ العسل، لا سيما وأن الطبيب نصح له بذلك، فيصبر وإن شاء الله أنه مع الاستمرار يحصل المطلوب. نعم، نبدأ بالاتصالات. عادل من الأحساء، تفضل يا عادل. السلام عليكم. عليكم السلام. في 3 أسئلة لو سمحت. تفضل. السؤال الأول. السؤال الأول هو تفاصيل ما يحصل الآن من الأندية الرياضية في بيع اللاعبين، هل هذا الأمر جائز؟ وهل كسب اللاعب في هذا حلال طيب أم حرام؟ يجاوب الشيخ. يا أخي، الرياضة اليوم صارت مهنة عالمية ويبذل فيها أموال، وهي عادة دولية وتتباهى فيها الدول، ولا يجوز أخذ المال على المسابقات إلا ما استثناه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. تؤخذ الجوائز على المسابقة على الخيل، وتؤخذ المسابقة الجائزة على المسابقة على الإبل، وتؤخذ المسابقة أو تؤخذ الجائزة على المسابقة على الرماية، لأن هذه من وسائل الجهاد في سبيل الله، ويحصل بها تدرب على الجهاد في سبيل الله، فيجوز أخذ الجائزة عليها نظرا لذلك. وأما بقية المسابقات كالمصارعة والرياضة، وهذه لا يجوز أخذ الجائزة عليها، هذا من حيث الحكم الشرعي. نعم. طيب، أبو فهد من جازان، تفضل أبو فهد. السلام عليكم. الله. عليكم السلام. عليكم السلام. طيب، سؤالك. السؤال يا شيخ. نعم. نعم. أنا يا شيخ، أنا قال بنات. أيوة. أيوة معي. طيب. قال بنات متعاقد مع شريكة أجرة يومية، وهذه الشركة متعاقدة مع وزارة التربية والتعليم. والسؤال؟
وهمية عندنا عندي مقول تعليق باليوم ولا يوجد مشهد من الجوة في المدرسة. والسؤال إن هذه الفجيرة تغيب بعض الأيام، تغيب وتسكر المدرسة نهائيا ما داوم طالبة، وسجل لنا هذه الأيام وحنا لم نداوم، وإيه السبب؟ احنا لن أتغيب نهائيا، ولكن المدير تغيب والمعلمات، فسجل لنا جميع الأيام الدوام، سجلوا ونرفع أبوين للشركة والشركة أعطونا حقه كامل. طيب. فأنا في حرج من هذا. طيب. احنا لم نداوم هذه الأيام والمديرة سجلنا وسوى هذه المديرة اللي واضح ما تداوم المدرسة. واضح يا أخي أبو فهد. نعم، وش حاصل سؤاله؟ سؤاله فضيلة الشيخ يقول الأيام التي لا أعمل فيها في الشركة نحن نعطى الأجرة كاملة، بعض الأيام يتغيبون فضيلة الشيخ. إذا فرغت نفسك للعمل وحضرت في مكان العمل وقت الدوام فإنك تأخذ سواء شغلوك أو لم يشغلوك، لأنك هيأت نفسك وجلست تنتظر العمل في مكان العمل فأنت أديت ما عليك فيحل لك الراتب. أما إذا كنت تتغيب ولا تحضر فلا يجوز لك أخذ الراتب، تقول بحجة أنهم لا يشغلوننا. أحضر و كن في مكان العمل وانتظر، أما أنك تتغيب وتقول ما يشغلوننا هذا لا يجوز لك. نعم، أحسن الله إليكم. هل تجوز الصلاة على الملائكة لفضلهم ورفعة قدرهم؟ وإذا كانت تجوز هل يجوز أن ألحق الصلاة بهم بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك في التشهد؟ التشهد لا يقال فيه إلا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هذا يتناول كل عبد صالح في السماوات وفي الأرض وفيهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. نعم. مبارك من الرياض معنا على الخط. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. أذكر ارتداد. طيب يا أخ مبارك ابتعد عن التلفزيون شوي لان في ارتداد. لا ما في جبت لا برا في الشارع. طيب أكرم الشيخ. تفضل. السلام عليكم الشيخ. عليكم السلام. عليكم السلام الشيخ. طيب يا الشيخ. حياك الله الشيخ. يا أخي الشيخ أنا عندي سؤال يا شيخ. كل ما أحلم حلم يا شيخ يصير. طيب هذا السؤال الأول. واضح سؤالك، نكتفي به. كل ما أحلم بشيء بتخرج أبغى إني ما يكفزون. طيب شكرا. وش يسأل عنه يا يقول أخي. عندما أرى حلم في المنام يحدث في مثلا في الصباح أو أراه في الصباح ماذا يعمل بهذا؟ نعم، إذا حصل فهذا تصديق للرؤية، الرؤية تكون حقا وتكون من أضغاث أحلام أو تكون من الشيطان، فهي ثلاثة أقسام كما ذكر ابن القيم، فإذا وقعت وحصلت فالحمد لله، إن كان فيها خير فأنت تحمد الله على ذلك، وإن كان حصل شر فإنك تتوب إلى الله وتستغفر مما حصل. نعم. أبو محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. تفضل. السؤال الأول أبغى الدعاء من السنة الذي يكون بين الإذان والإقامة، والسؤال الثاني متى يكون سجود السهو الصلاة قبل التسليمتين ومتى يكون بعدها؟ شكرا. طيب نعم، السؤال الدعاء بين الأذان والإقامة. هل الدعاء بين الأذان والإقامة ليس فيه شيء معين، لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم شيء معين، ولكن إذا دعوت بما تيسر فيرجى لك القبول إن شاء الله. نعم. سجود السهو. سجود السهو يكون قبل السلام إذا كان عن نقص فإنه يكون قبل السلام، وإذا كان
سجود، وإذا كان سجود السهو عن زيادة في الصلاة فإنه يكون بعد السلام، هذا المستحب. ولو أنه سجد كل سجود السهو قبل السلام أو بعد السلام هذا جائز، لكن الكلام في الأولى والأفضل. نعم. صالح من الطائف، تفضل يا صالح. السلام عليكم أبو شيخ. وعليكم السلام. السلام شيخ، سؤالي أنا قبل مدة اكتشفت وصار عندي دوالي في الرجل في الساق، فيقول لي نعم. الطبيب ما توقف كثير، يعني ما توقف وقت الصلاة توقف كثير أو حاجة زي كذا، يعني لازم تجلس. وصليت صليت جالس على كرسي ورجلي طيبة، يعني اني اقوم واجلس وما علي خلاف، واستحيت من الله والان اصلي، هل علي اثم او لا يا شيخ؟ طيب جاوب الشيخ. اذا كنت تقدر على القيام ولو بقدر قراءة الفاتحة فانه يجب عليك ذلك، لانه ركن من اركان الصلاة. وأما إذا كنت لا تقدر على القيام مطلقا فإنك تصلي جالسا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يصلي المريض قائما فإن لم يستطع فقاعدا فإن لم يستطع فعلى جنب، هذا حسب الاستطاعة. لكن إن استطعت القيام ولو بقدر قراءة الفاتحة فهذا واجب عليك. نعم. طيب بقي سؤال. من ناحية الاستطاعة استطيع يا شيخ ولا في إلا العافية، لكن الطبيب نصحني بكذا بس. أقول تقف تقف بارك الله فيك، ما دام أنك تقدر على الوقوف تقف، هذا في الفريضة وركن من أركان الصلاة. نعم. طيب فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما رأيكم يا شيخ في جهاز الأذكار الذي نضعه عند بوابة المسجد ينادي بالذكر لتذكير الإنسان؟ هذا شيء ما محدث، وهذا تكلف. الإنسان يذكر الله هو بلسانه، لأن الذكر عبادة، ولا يعتمد على المنبه أو على شيء يوضع على الباب، أو بل هو يهتم بهذا، هو يهتم بهذا من نفسه. نعم. شيخ صالح، حتى لو كان ذلك عند باب المتاجر والسوبر ماركات والصيدليات، هذا من التكلف، ما كان السلف يعملون هذه الأشياء، إنما كانوا يذكرون الله ويجتهدون في ذلك ويستحضرون ذكر الله عز وجل. نعم. أبو نايف معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير. تفضل. عليكم السلام يا شيخ. تسمعني؟ نعم نعم يا شيخ. أنا عندي يا أخواني أعمارهم فوق 40، فيهم انفصام شخصي، ولا ولد وبنت، ولا هم لا أم ولا أبو ولا هم أحد يبلش ليهم غيري، ورؤيهم رواتب تقاعد 2000 ريال، ولهم ضمان تقريبا 850، ولا يحسنون التصرف، ولهم يعانون من المرض الانفصام الشخصي هذا أكثر من 20 سنة، حالتهم مستقرة، ولا ادري وش عن ساعد عن قاتلهم وش طريقته كيف الطريقة. شكرا يا أخي، أعانك الله عليهم وعلى القيام بشؤونهم، أنت على أجر إن شاء الله، وما يصرف لهم من ضمان أو غيره فإنك تحتفظ به لهم، تنفق عليهم منه، وما فضل تحفظه لهم في المستقبل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو سعد يقول: ما رأي الشيخ حفظه الله بربط تفسير القرآن بالإعجاز العلمي في القرآن وتخصيص حلقات في هذا الموضوع؟ الإعجاز العلمي، هذا لا شك أن القرآن معجز من وجوه كثيرة، ولكن كونه يفسر بالعلوم العصرية والمخترعات والأشياء هذه، فلا يجوز ربط القرآن بهذه الأشياء وتجعل تفسيرا له. القرآن يفسر بالقرآن، هو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبأقوال الصحابة، وبأقوال التابعين،
وبما تقتضيه اللغة العربية التي نزل بها، هذه وجوه التفسير. ولا يكون يحدث وجه آخر مع هذه الوجوه. والقرآن لا شك أنه معجز من جميع، يعني من وجوه كثيرة، ولكن لا يعين أشياء ويقال هذه تفسير للآية وهذا من إعجاز القرآن. ربما إن القرآن يدل على كذا، ربما إن هذا، ولكن لا يجزم بهذا ويقال هذا تفسير الآية. نعم، أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال سامر من مكة، تفضل يا سامر. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. مساك الله بخير يا شيخ. حياك الله. عندي سؤالين، بس السؤال الأول بالنسبة للآن، أنا كنت مسافر من مكة للجنوب وقعدت أكثر من 5 أيام تقريبا، ولحقتني صلاة الجمعة فما صليت الجمعة، صليت على نفس الأيام الأولى جمع وقصر الظهر مع العصر. السؤال الثاني، طيب خلي الشيخ لحظة خلي الشيخ يجاوب. إذا كانت إقامتك في السفر تزيد على 4 أيام فلا يجوز لك الجمع ولا القصر، تصلي كل صلاة في وقتها وتتم الصلاة. إذا كان حولك مسجد يجب عليك الحضور مع الجماعة وتصلي معهم، إذا وتصلي معهم الجمعة تكون يعني تجزيك تبع للجماعة، تبع للذين يصلون الجمعة، ولا تتركها لأن فيها فضلا عظيما من الله سبحانه وتعالى، تصلي معهم تبعا لهم. وإن كانت لا تجب عليك لأنك لست مستقرا، ولكن صلاتك معهم فيها خير كثير. نعم، بقي سؤال. السؤال الثاني بالنسبة للدعاء، ذكر الرسول، يعني صلاة الرسول في الدعاء، يعني هل يكون الدعاء للرسول في كامل الدعاء أو في نص الدعاء؟ كله سواء، تصلي على الرسول في البداية ثم تأتي بالدعاء، أو تصلي على الرسول في النهاية، كله إن شاء الله جائز، وهو من أسباب الإجابة بإذن الله، أن تحمد الله وتثني عليه ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدعو الله بما شئت من الخير. نعم، أحسن الله إليكم. أم عبد الله أرسلت بسؤال خاص لكم فضيلة الشيخ صالح، تقول: ما رأي الشيخ حفظه الله في حضور الدروس عبر الإنترنت؟ نعم، بكل وسيلة، عبر الإنترنت، بمكبر الصوت، بالتسجيل، كله نافع إن شاء الله، كله مفيد. نعم، الكتب يا شيخ التي لم يكتب عليها وقف هل يجوز أخذها؟ وما رأيكم بالكتابة وقف لله تبارك وتعالى؟ الكتابة طيبة، إذا كتب عليها أنها وقف فهذا ينبه الناس إلى أنها وقف، ولا يتصرفون فيها في غير ما وقفت فيه أو عليه. وأما إذا وضعت في المسجد، هي معلوم أن ما وضعت في المسجد إلا وقفية يطالع فيها من ينتاب المسجد ويجلس فيه، فلا تخرج من المسجد، هي تابعة للمسجد ووقف على هذا المسجد. نعم، مسفر من بيشة معنا على الخط، تفضل يا مسفر. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. عندي سؤالين الله يرضى عليك. تفضل. الأول، نعم، طول عمرك يجينا أمطار ويقطر البيت قاطر بسيط، يعني ما اسم قاطر ولا بقاطر، هل يجوز أخذ تعويض من الحكومة؟ طيب يجاوب الشيخ. إذا الحكومة نظرت فيه وقررت له شيئا تأخذ ما تقرره الحكومة، أما أنك أنت تطالب وأنت ما عندك شيء يستحق وتلبس على الحكومة هذا لا يجوز لك. نعم، تفضل. السؤال الثاني. السؤال الثاني، طبعا مكلي جار مو ليني ينطل علي الزبائل وأنت بكرامة وارسلت عليه وعي ينتهي، هل يجوز أشكيه يا شيخ ولا لا؟ الأحسن أن تصبر عليه، الأحسن الصبر على أذى الجار مع تنبيهه ومناصحته، ولكن تصبر عليه هذا أحسن لك من الشكوى. نعم،
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. النصيحة للجيران بالتراحم والتكاتف وفضل يعني الصبر على الجار المؤذي. نعم، الجار له حق من جملة الحقوق العشرة المذكورة في قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فجعل للجار حقا من هذه الحقوق العشرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره أو فلا يؤذي جاره. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار له حق تؤديه له بالإحسان إليه والإكرام له حتى ولو كان كافرا. فإن الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار القريب المسلم، له حق الجوار وحق القرابة وحق الإسلام، وجار له حقان وهو الجار المسلم غير القريب، له حق الجوار وحق الإسلام، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، له حق الجوار. الجار له شأن عظيم في الإسلام فيحسن إليه، وإذا حصل منه أذى تصبر عليه مع مناصحته، وأما شكايته وأما الكلام عليه فهذا لا يجوز، إنما تناصحه بالرفق واللين دون كلام يعني يحفظه عليك أو يغضبه عليك ويزيده أذى وحقدا عليك. نعم. تليفون البرنامج 80 88 3 0 11، هذا المفتاح. معنا أبو عادل معنا الخط، تفضل أبو عادل. هلا. تفضل. هلا. نعم نسمعك. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف الحال؟ الله يحييك، تفضل. هلو. تفضل يا أخي السؤال. أبغى لبس العقال. حلال ولا حرام؟ طيب شكرا. نعم، لبس العقال حلال، ليش يكون حرام؟ هو من الملابس المباحة. نعم الحمد لله. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: نحن نعمل في الصيد البحري، نخرج من الصباح ونعود في المساء، فضيلة الشيخ كيف تكون الصلاة على المركب؟ إذا كان المركب واسعا تستطيعون القيام والركوع والسجود فهذا بمنزلة الغرفة، تصلون الصلاة على العادة في ركوع في قيامها وركوعها وسجودها. أما إذا كانت المركبة ضيقة أو كانت الأمواج تقلبكم ولا تستطيعون القيام تصلونها جلوسا، صلونها جلوسا في المركبة. نعم. بالنسبة لأوقات النهي، هل تؤدى تحية المسجد في أوقات النهي؟ هذا موضع خلاف، لأنه فيه دليل على تحية المسجد، لأنها من ذوات الأسباب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وهذا لم يقيد في أي وقت، سواء في وقت النهي أو غيره، وقالوا هذه من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها. ومن العلماء من غلب جانب النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة، فإذا دخلها في وقت من الأوقات الخمسة فلا يصلي تحية المسجد تغليبا لجانب النهي. والمسألة فيها سعة والحمد لله، فلا ينكر على من صلى ولا ينكر على من صلى ولا ينكر على من جلس ولم يصلي، لأن كلا منهما له احتمال من الأدلة. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت أم عبد الله تقول: بالنسبة يا شيخ شروط نقل الوقف
ما هي أبرز هذه الشروط وماذا يجب في الوقش في الوقف ليستفاد منه؟ الوقف تراجع فيه المحكمة الشرعية لنقله أو بيعه أو عند تعطل منافعه، هذه تراجع فيه المحاكم الشرعية. نعم. حسن من رمية، تفضل أخي حسن. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. تفضل يا حسن. أسأل الشيخ عن أحواله، زينه وبيقدم في الضمان. طيب يا أخي، الضمان له نظام، إذا كان ينطبق عليك فقدم، إذا كان النظام لا ينطبق عليك فلا تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا الأخ أبو عبد الله يقول: شيخ، ما الذي ينبغي للمسلم أن يستقبل به مواسم الطاعات مثل رمضان والحج؟ وهل فضيلة الشيخ له أجر عند احتسابه إدراك هذه الأيام من هذه المواسم؟ نعم، تستقبل مواسم الخير والطاعات كشهر رمضان وعشر ذي الحجة والمواسم الفاضلة، تستقبل بالفرح والسرور والاستبشار والنشاط في العبادة فيها، لأنها أوقات فاضلة ويرجى فيها عظيم الأجر، فينشط المسلم فيها ويستبشر بحلولها عليه وتمكنه منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا استفسر عن بعض الكتب يا شيخ صالح: أسد الغابة والإصابة في تعريف الصحابة. نعم، هذه كما قرأت في عنوانها، أسد الغابة في أسماء الصحابة لابن الأثير، والاستيعاب في أسماء الأصحاب لابن عبد البر، والإصابة في أسماء الصحابة لابن حجر العسقلاني، كلها في تراجم الصحابة رضي الله عنهم، فهي كتب عظيمة مفيدة. نعم. أبو صالح معنا على الخط، تفضل أبو صالح. أبو صالح، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. سؤال عندي الله يحفظك. تفضل. احنا في حالات في التحيات نقرا تحيات لله، الصلوات الطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله، كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. في حالات نقول كما صليت على ال ابراهيم، ما نذكر ابراهيم، فمتى نذكر هذه ومتى نذكر هذه؟ التشهد على نوعين: التشهد الاول، وهذا ينتهي عند قولك أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما الصلاة الإبراهيمية فهي في التشهد الأخير، وتأتي باللفظ الوارد فيها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فإذا جئت بإبراهيم وآل إبراهيم فلا بأس، وإذا قلت وبارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم فلا بأس أيضا بذلك، لأنه ورد هذا وهذا، هذا في رواية وذا في رواية. نعم. ناخذ إدريس من جازان، تفضل يا إدريس. إدريس، ألو، مرحبا. لو سمحت تقصر التلفزيون شوي، قصر في تردد عندنا الآن. أي قصر التلفزيون، اطرح سؤالك. يلا يا إدريس. أي السلام عليكم. السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. والسلام. على الشيخ، عندي سؤال واحد يا شيخ. تفضل تفضل. الشيخ، بنت خالتي من رضعت مع والدتي، ووالدتها كانت تعبانة ورضعت مع والدتي، الآن هل يجوز زواجها فضيلة الشيخ؟
يا أخي تراجعون القاضي عندكم في المحكمة، تراجعونه وهو تثبت من الرضاع ومن شروط الرضاع، وهو يفتيكم في هذا ويحضر المرضعة إن كانت موجودة ويسألها. نعم، أحسن الله إليكم. أيهما أفضل للمرأة، أن تكمل دراستها العليا أو تتزوج إذا خطبها شخص؟ لا، الزوج الكفء لها والذي ترضى به أحسن لها من الدراسة كلها ومن الشهادات كلها. إنها لو كانت عندها شهادات عليا ولم تتزوج فهذا لا يعوض الزوج وطلب الذرية والعفاف وغير ذلك من مصالح الزواج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا يسر الله لها الزوج الصالح مع الدراسة هذا خير إلى خير، أما إذا تعارضت الدراسة مع الزواج فإنها تقدم الزواج لما فيه من المصالح الراجحة والخير الكثير لها. نعم. طيب ناخذ أبو محمد من جدة، تفضل أبو محمد اسمعنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ عبد الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالله أبغى أسألك الشيخ صالح. تفضل. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. قلت الشيخ أنا عندي ابني عمره 16 سنة والآن من تقريبا 4 شهور أو 5 شهور بدأ يتأخر في كرمكم الله دورة المياه، يعني لما بتوضأ يأخذ له ربع ساعة في الساعة نصف ساعة، فأحيانا أنا أستطلع يعني بالقوة أقول له يا ودي خلاص توكل على الله، رشي على محل الفرج بموية وتوكل. قال أبوي يطلع مني كرمكم الله السامعين قولوا كذا، فقلت لا يا ابني أطلع توكل على الله، هذا الشيطان يبغى يلعب عليك كذا. فأنا من 6 شهور أو 5 شهور تقريبا حنا نعاني معه، وما أدري يا شيخ أحيانا أقول لا توكل على الله وأطلع أنا عليه في هذا الكلام أو شيء. طيب واضح السؤال. على كل حال قد يكون عنده مرض يحتاج إلى أنه يراجع الطبيب، وقد يكون هذا من باب الوسواس، وأنت نصحته بأنه لا يتأخر وإنما إذا قضى حاجته يستنجي وينقي المخرج ويستنجي ويتوضأ ويصلي، هذه نصيحة لعل الله أن ينفعه بها، وحذره من الوسواس وحذره من التأخر بدون سبب، لأن هذا يسبب عليه وساوس الشيطان ويسلط الشيطان عليه، فلا يفتح على نفسه بابا من الوسواس ويسلط الشيطان على نفسه. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، حبس الحيوانات دون الاعتناء بها، فقد حصل لنا أن كان عندنا بعض الطيور فلولدي، فذهبنا إلى الدمام وتركناها حتى لمدة أسبوع، فرجعنا ووجدناها قد ماتت. نعم، أسأتم في ذلك وعليكم الإثم العظيم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فالذي يحبس الطير أو يحبس غيره من ذوات الأرواح عليه أن يعتني به وأن يقدم له حاجته من الأكل والشرب، وكذلك الطيور وكذلك كل ما يقتنى فإنه نفس محرمة وتحتاج إلى طعام وشراب، فيؤمن لها ذلك، وإلا فإن عليه الوعيد الشديد. امرأة دخلت الجنة بسبب كلب سقته، وجدته يلهث فنزلت البئر وأخرجت له ماء في موقها فسقته، فشكر الله لها ذلك وأدخلها الجنة. ودخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. نعم، أحسن الله إليكم. من المتصل نايف، تفضل يا نايف. نايف من المدينة، تفضل. أنا بنكلم الشيخ لو سمح لكم. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. عندي سؤال لو سمح لي يا شيخ. تفضل. نعم.
في واحد يكلمني يقول يعرف رجل في الديوان، الديوان الملكي، يقول لي اذا ما بعد خذيت منحه من الدوله فتعطيني اوراقك عنك انت وزوجتك ولا ولد، كلمه منها تكون ارضين، اقدم لك اراضي من الديوان وتطلع، او بشرط ان ياخذ واحده توكلني على الاراضي هذه كلها واخلصها لك، واحده انزلها لك في اي منطقه تبيها في المدينه ولا في الرياض ولا في اي منطقه تبيها، واحده اخذها. طيب واضح السؤال، واضح السؤال ابو نايف. هذا عمل لا يجوز ولا تقدم عليه أنت، اللي يقول كذا لا تتعامل معه واتركه. نعم أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سوداني مقيم بالرياض يقول لم أحج حج الفريضة نظرا لأنني فقير ولا أستطيع أن أملك مصاريف الحج، هل يسقط عني الحج؟ ما وجب عليك أصلا، ما وجب عليك الحج، الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فإذا كنت لا تستطيع الحج بسبب عدم المال الذي يبلغك إلى الحج فليس عليك حج، والحمد لله، حتى توسر وتستطيع الحج بمالك. وإن تقدم أحد وأراد أن يحججك على نفقته فلا بأس بذلك، لأنك صرت قادرا ببذل الغير لك تكون قادرا على الحج. نعم أحسن الله إليكم. يقول الشيخ هذا السائل، والدتي تأتيها إغماءات تستمر يوم أو يومين لكبر سنها، إذا أفاقت هل تصلي الصلوات بالترتيب؟ إذا كان الإغماء طويلا فإنها ليس عليها صلاة إلا ما أفاقت فيه، أما إذا كان الإغماء قليلا أيام قليلة أو ساعات قليلة فإنها إذا صحت تصلي الصلاة التي مرت عليها وهي في الإغماء، وإن كانت عدة صلوات تصليها بالترتيب، تصليها بالترتيب لا تقدم بعضها على بعض. نعم. خالد من الرياض، تفضل يا خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. عفى الله عنك يا شيخ، والدي له زوجة ويطلب مني أن أحجز لها وأقوم بإجراءات الحج عن طريق الطيران وترتيب ذلك، وأن تذهب بمفردها ولها من الأولاد منه ثلاثة وهم صغار، وقلت يا والدي لا بد من يعني أخذ يعني محرم معها، فقال الرحلة داخلية وقريبة، هل يجوز أن أطيع في هذا الأمر أم ماذا؟ لا تطيعه في هذا الأمر، لا بد من المحرم، قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، والحديث عام سواء سافرت بالطائرة أو بالسيارة أو بالباخرة أو على الإبل أو على قدميها، لا بد من المحرم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله لا يحل يعني يحرم هذا. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يكتب في الغزو، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، فقال له صلى الله عليه وسلم ارجع فحج مع امرأتك، أرجعه من الغزو ليحج مع امرأته، فالمحرم مهم جدا مع المرأة إذا سافرت. نعم. السؤال الثاني. نعم. أذن أحد المؤذنين في أحد المساجد يتأخر بعض الأحيان ويؤذن آخر، فيأتي المؤذن فيقيم الصلاة وهو لم يؤذن، لا بأس بذلك، إلا أن الأولى أن من أذن فهو يقيم كما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأولى. نعم. الأخير عفى الله عنك، أنا لي من الأولاد ستة بين ذكر وأنثى، وبعضهم عققت عنهم وولد لي مولود حديثا، هل أعق عن الأخير قبل الأوائل يعني تقديم أحدهم على الآخر في العقيقة أم لا بد من الترتيب؟ ما هو بلازم الترتيب، السنة أن تعق عنهم، كل واحد له عقيقة، الذكر
شاتان والأنثى شات واحدة، هذا هو الأفضل، وإن قدمت بعضهم على بعض فلا بأس بذلك. نعم. طيب شكرا يا أخي الكريم. خالد من الرياض معنا على الخط. طيب أسئلة الفاكس فضيلة الشيخ، يقول هذا السائل: ما حكم الصلاة في سطح المسجد علما بأننا نتابع الإمام عبر الميكروفون؟ نعم لا بأس بذلك، داخل المسجد محل الاقتداء، إذا سمعتم صوت الإمام وأنتم داخل المسجد فإن هذا يجوز لكم، وإن كان الأولى أن تتوالى الصفوف، أن تكونوا مع المصلين وفي صفوف المصلين، لكن لو فعلتم هذا وصليتم في السطح اعتمادا على أذان الإمام، على صوت الإمام في المكبر الصوت، فلا بأس بذلك. نعم. طيب فهد من الخرمة معنا على الخط. فهد، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. ما حكم التعامل مع شركة السعودة؟ هل ذا حرام أو حلال يا شيخ؟ الله يعطيك العافية. المبني على الصدق لا بأس به، السعودة المبنية على الصدق لا بأس به وتطبيق النظام، أما الاحتيال والكذب هذا لا يجوز لا في السعودة ولا في غيرها. نعم. وردنا هذا السؤال، يقول فيه السائل: بالنسبة للشخص إذا اشترى سلعة وقام ببيعها على شخص قد عرفت بل وتيقنت قبل شرائي للسلعة بأنه سوف يشتري السلعة مني، مع العلم بأنه لم يكن هناك وعد أو اتفاق مسبق بل لمعرفتي بالشخص تيقنت أنه سوف يشتريها مني، إذا اشتريتها وتم الشراء بالإيجاب والقبول وملكت السلعة وقبضتها يجوز لك أن تبيعها على هذا الشخص أو على غيره، ما ترتبط بشخص معين، من جاءك يريد شراءها فإنك تبيعها عليه. نعم. أبو تركي من تبوك، تفضل أبو تركي. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. يا شيخ، نمسح على البسطار أكرمكم الله على طهارة، ومن ثم نخلع البسطار الممسوح عليه عند باب المسجد وندخل بالشراب، هل خلع الممسوح عليه يعتبر من نواقض الوضوء؟ وجزاكم الله خير. نعم، إذا خلعت الممسوح عليه بطل المسح، فلا بد من غسل الرجل، فإذا مسحت على شيء فإنه يستمر ولا تخلعه، وتصلي بعد خلعه، لأنها زالت الطهارة بخلع الممسوح عليه، لأنه محل الرخصة وزال محل الرخصة. نعم. الأخت أم محمد تقول: يا شيخ، في هذا السؤال: أختي أثناء العمرة تلبس الكمام على الأنف والفم أثناء العمرة والحج، هل في ذلك بأس لأنها عندها حساسية؟ المرأة المحرمة منهية عن البرقع والنقاب وما خيط على قدر الوجه أو للوجه خاصة، وما عدا ذلك لا مانع من تغطي وجهها عن الرجال بالخمار بالشيلة التي عليها، لا بأس بذلك، كما كانت الصحابيات يفعلن ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهن محرمات، كما روت ذلك عائشة رضي الله عنها. والكمام إذا احتاجت إليه فهذا ليس هو مثل البرقع والنقاب أو ما خيط للوجه خاصة. نعم. عبد العزيز من الجبيل، تفضل يا عبد العزيز. أبو عبد العزيز تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. الله خير طال عمرك. الله يحييك، تفضل. الله يحييك، بارك الله فيك وياه. تفضل. الشيخ بارك الله فيك، بالنسبة لأني حجيت أنا قبل ما يغارب 20 عام، وبعدين قبل سنتين حجيت عن والدتي، والعام الماضي القريب هذا سويت حجة مع ناس بفلوس لي والوالدتي والوالدي، هل هو جائز أم ما يكون جائز هذا الشيء؟ ثالث شيء عندي موضوع اللي هو مثل لو أعطي صدقة لأي واحد مستحق أقول هذه إنها من الله إنها عني وعن والدي أو كن عني،
شخصيا كذا أو عن والدي كذا، وما هو أحب شيء أني أفعل الصدقات، ما هي أحسن شيء لي والدي. شكرا. شوف يا أخي، الحج ما تجزي إلا عن واحد، ما يشترك فيها أكثر من واحد ولو كانت نافلة. الحجة لواحد والعمرة لواحد، ولا يشرك فيها أشخاص. وأما الصدقة فأمرها واسع، تصدق عن نفسك وتصدق عن والديك وعن أقاربك وعن من تريد من المسلمين، لا بأس بالاشتراك في الصدقة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل يقول: بالنسبة لأكلنا لحم الجزور دون سائر الحيوانات، قرأت بأنه ينقض الوضوء، ما الفرق بينه وبين الحيوانات الأخرى؟ الفرق أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من أكل لحم الجزور، ولم يأمر بالوضوء من أكل لحم الغنم. هذا هو الفرق، الفرق بالدليل. أما الحكمة في ذلك فالله أعلم. نعم. تقول الأخت السائلة: هل على المرأة أذان وإقامة مثل الرجل، وخصوصا إذا كانوا في الصحراء أو في نزهة في البرية؟ ليس على المرأة أذان ولا إقامة، ولا يجوز لها ذلك، لأنه ما من خصائص الرجال. نعم. السائل أبو عمار يقول: أنا أبيع وأشتري في الماشية، متى تحل الزكاة على هذه الماشية لأنني أعمل بها منذ 5 سنوات؟ إذا كانت هذه الماشية من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، وكانت ترعى من البر من العشب ولا تنفق عليها، أو كانت ترعى أغلب الحول وتنفق عليها بعض الحول، فهذه سائمة. إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تجب فيها الزكاة، على تفصيل في زكاة بهيمة الأنعام مذكور في كتب الفقه. أما إذا كنت تعلفها الحول كله أو أغلب الحول فهذه ليس فيها زكاة، إلا إذا كنت تريدها للبيع، فإنك إذا بعت شيئا منها تزكي قيمته. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام على تفضلكم بإجابة الإخوة والأخوات في لقاء هذا اليوم الأربعاء في فتاوى على الهواء، جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم. أشكر فريق العمل الزملاء يزيد بن محمد الماضي ومحمد عبد العزيز الحامد في مكتبة الشيخ وبقية الفنيين الحقيقة، كما أشكر فريق العمل معي في استوديو الرياض، هذا مخرج هذه الحلقة ناصر البقمي. أتمنى لكم أوقاتا طيبة وعامرة بذكر الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.